bad boy. الآن عملية نقل كلية العمارة لجبل عمان دارة عثمان بدير يعني هي عملية أو خطة قديمة جديدة. التفكير الأولي كان في نقل الكلية بلش كنا في سنة 2010 في جبيها لما بلشنا. الآن تم استملاك دارة عثمان بدير المبنى كمبنى. كان في فكرة نقل الكلية لجبل عمان. الآن بعد يعني دراسات واستشارات بنظر لعدم جهوزية الدارة تم اتخاذ قرار بأنه الكلية راح تنتقل على الموقع الدائم في منطقة المشقة، وبلش تهيئة المباني الموجودة في الجامعة على هذا الأساس. بلش الآن العمل الدراسي الأول في الموقع الدائم، وتم تهيئة المبنى لاستيعاب متطلبات طلبة كلية العمارة، وخلينا نقول يعني الأمور مشيت يعني بالحد الأدنى المقبول في الموقع الدائم. الجامعة وجمالها وجمال المناطق اللي حواليها، وإنها منطقة جميلة كثير، وإنه يعني من ناحية إنه الحمد لله رب العالمين أمان ما في أي تخوف منها، وبحيطها مواقع كثير كويسة، يعني حوالينا جبل القلعة مثلا زي هيك، جبل القلعة موجود قبالنا، وجبل الويبتة وسط البلد كمان موجود. من ناحية أمان الجامعة وجمال المناطق اللي حواليها دور أثرية، بيوت أثرية يعني، وبيوت حلوة كثير. بركز أكثر شيء إنه أمان موجود فيها، ما فيش أي تخوف منها، ومش أكثر بس.